كثير من الحالات بيعانوا من فرط الوزن، وبيتجهوا أول ما يكتشفوا هذا الوزن أو يزعجهم بيتجهوا للعلاجات المختلفة من رجيم، رياضة، أدوية، إبر، وأخيرا ممكن يتجهوا للجراحات. ما بيخضعوا خلال الفترة هاي أبدا للتقييم النفسي اللي هو ممكن يكون أصلا زيادة الوزن مش ناتجة من مشكلة نفسية مختلفة، قد تكون اكتئاب مثلا أو تشوه الصورة الذاتية عن نفسه، بيعتقد أنه هو ناصح، غير مناسب، غير راضي عن نفسه، غير راضي عن شكله، فبيتجه إلى العمليات أو العلاجات المختلفة. كثير من الأشخاص لما يتجهوا لهذه الإجراءات وينهوها ويوصلوا الوزن المثالي زي ما هم بيتخيلوا، ما بيكونوا راضيين لسه أيضا عن شكلهم ولا عن وزنهم، لأنه بالأساس المشكلة ما انحلت. ممكن كثير من الأشخاص تكون انحلت مشكلتهم ولكن تطور عندهم أشياء أخرى من كآبة، من قلق، من أحيانا إدمان، وكثير من الحالات شفناها ما بعد الإجراءات هاي، الأدوية أو الجراحية أو الرجيمات القاسية اللي بيستخدموها، وفي كثير من الأحيان مش علمية، بصير عندهم اضطرابات تحتاج إلى علاج، كان دوائي أو علاج سلوكي. نصيحتي للجميع أثناء هاي العملية اللي هي تخفيض الوزن، أنا بنصح الجميع بأنهم يتعرضوا أو يتقدموا لطلب تقييم نفسي قبل وأثناء وما بعد هذا الإجراء لنمنع المضاعفات اللي ممكن تصير.